حقيقة الملاحظات هي كما أثارها أكثر من شخص على هذا الموضوع، يعني موضوع اللائحة وأنا أسميها إذا هي هذه اللي فعلا سربت، هي هذه اللائحة فهي جائحة وليست لائحة حقيقة، لأن الجائحة يعني راح تضرب كل الحريات في العراق تحت اسم أو تحت مسمى تكميم المحتوى الرقمي. حقيقة هو مو تنظيم وإنما تكميم، لأنه اللي يقرأ هذه اللائحة سيجد أنها أو هذه الجائحة سيجد أنها تطرقت إلى كثير من الأشياء الفضفاضة والتي يمكن تفسيرها بعدة تفسيرات. يعني مثلا خلينا نجي على الأخلاق العامة أو الممارسات الأخلاق العامة كما وردت. يعني هسه إذا أنا مثلا أريد أقول إنه الحجاب مو فرض في الإسلام، هل ستتم معاقبتي باعتباري أنا حاربت الفضيلة؟ إذا أريد أقول يعني هنا أنا أيضا وردت في الجائحة إنه نقد الدولة، إذا أريد أقول أكو فساد في الدولة هل هذا سيؤدي إلى حبسي مثلا؟ كثير من الأشياء الفكرية، يعني إحنا تماما نستنسخ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنا أخشى أنه بعدين رح يصدروننا مثل هذا القانون لإيجاد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني يريدون كأنما من كتب هذه الجائحة أو من يريد أن ينشر هذه الجائحة كأنما يريد أن يقول لا للحريات.